الاتحاد المصري للسلاح أعلن عن القائمة النهائية للاعبين المقرر إن هم يشاركوا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. البعثة دي هتكون أكبر بعثة في تاريخ الاتحاد في الأولمبياد، وهتضم 21 لاعب ولاعبة مصريين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفونه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخب مصر لرياضة السلاح. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. دكتور بداية مبروك، لو جينا اتكلمنا عن تفاصيل البعثة المقرر سفرها من أبطال المنافسين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 من ناحية الفردي ومن ناحية الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما نتكلم على أن دي أكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد بالنسبة لمنتخبات السلاح المصرية، حابب أقول أن أول مشاركة مصرية وعربية وأفريقية في الأولمبياد كانت سنة 1912، وكانت المشاركة بلاعب واحد هو أحمد حسين باشا، وكان لاعب سلاح. فأول مشاركة اتسجلت في التاريخ للمصريين كانت مشاركة بلاعب سلاح، والنهاردة رقم جديد بيتسجل للسلاح المصري إن أكبر بعثة للمبارزة في السلاح 21 لاعب. ال 21 لاعب دول في خمس أسلحة فرق وسلاح واحد فردي. لو حابين نقول اسمائهم بقى علشان الساده المشاهدين يتابعوهم في الاولمبيك ويشجعوهم، ممكن بقى يعني نقول اسماء فريق فريق. احنا بنتكلم يعني لو يهمنا الاعمار من الابطال هتتراوح من سن كام لكام، ومين ابرز الاسماء اللي هتكون جاهزه ان شاء الله؟ طيب، هو بالنسبه لبطولات السلاح، المرحله بتاعت الاولمبيك اللي بيشارك فيه هو مرحله العمومي. العمومي ده احنا المراحل العمريه في السلاح 17 سنه و20 سنه وعمومي يعني فوق 20 سنه. فالغالب هيكون فوق ال 20 سنه، ولكن عندنا بعض النماذج اللي الاتحاد واخد استراتيجيه ان هو يدعم بنماذج او عناصر من تحت 20 وتحت 17 علشان يبقى في استمراريه للانجازات. فعندنا مثلا في سلاح السيف اللاعب زياد السيسي عمومي، محمد عامر عمومي، ادهم معتز عمومي، ياسين فوزي تحت 20 سنه، ده السلاح الاولاني. طبعا احنا عندنا ثلاث اسلحه متاهلين في خمس اسلحه، الثلاث اسلحه صبيان وبنات، يعني ست اسلحه متاهلين في خمسه فرق ومتاهلين في سلاح واحد فردي، ده السلاح الاولاني. في سلاح السيف بنات ندى حافظ عمومي. بينما بقى في سلاح الشيش رجال علاء ابو القاسم عمومي، محمد حمزه عمومي، محمد عصام عمومي، وعبد الرحمن طلبه بيلعب تحت 17 تحت 20، ده ناشئ. تمام. بالنسبه للاناث في سلاح الشيش يارا الشرقاوي، نهى هاني، الاثنين دول عمومي، وعندنا ملك حمزه تحت 20 سنه وساره حسني تحت 17 سنه. اخر سلاح وهو سلاح سيف المبارزه، محمد السيد ومحمود محسن ومحمد ياسين الثلاثه عمومي، ومحمود السيد تحت 20 سنه. بالنسبه للاناث ناردين إيهاب وشروت جابر وآية شريف الثلاثة عمومي، وعندنا لولو سليمان تحت 20 سنة. طيب لما نيجي نتكلم عن جاهزية الأبطال للمنافسة، إزاي إحنا شغالين على أنهم يبقوا مؤهلين وبشكل مكثف في الوقت الحالي عشان إن شاء الله نوصل للبطولة وإحنا مستعدين وحاسين أن إحنا إن شاء الله عندنا جاهزية كاملة؟ طيب دلوقتي إحنا في فترة إعداد، الثلاث منتخبات سافروا من 1/7، منتخب سلاح الشيش سافر المجر، ومن المجر هيطلع على بولندا، ومن بولندا هيطلع على فرنسا للمشاركه الاولمبيه. بينما سلاح السيف موجود دلوقتي في فرنسا، السلاح الثالث هو سيف المبارزه موجود في ايطاليا، وبعدين من ايطاليا على فرنسا. المعسكرات دي معسكرات طويله ومغلقه بيتنافسوا فيها مع لاعبين دوليين ومنتخبات اخرى، بس بشرط الاتحاد كان مراعي خطه ان هو ينافس الفرق اللي مش هنقابلها او نعسكر مع الفرق اللي مش هنقابلها في المنافسات. ده الخط الاول يعني للاعداد. الخط الثاني للاعداد، الاتحاد المصري للسلاح استعان بمجموعه من الخبراء في اخر خمس ست شهور علشان يدعم المدربين المصريين دون اقصاء المدربين المصريين. ففي سلاح السيف مثلا معانا المدرب الفرنسي فينسن استيت، ده كان لاعب منتخب فرنسا وكان مدرب منتخب فرنسا، وهو دلوقتي معانا مدرب بالاضافه للكابتن جمال. عندنا في سلاح سيف المبارزه كبير مدربي ايطاليا المدرب ساندرو كومو بالاضافه للدكتور سيد سامي. وفي سلاح الشيش تم الاستعانه بالكابتن تامر طاحون، هو
مدرب في منتخب امريكا دلوقتي او مع منتخب امريكا، تم الاستعانه بيه. تامر طحون طبعا اسم شهير في عالم السباحه المصري، كان لاعب مصري شهير مع الكابتن ماهر حمزه. طيب دكتور، يعني لو عايزين نتابع الابطال دول، هل تم الاعلان عن جداول المنافسات؟ نقدر نقول ان نقدر نتابعهم امتى ولا لسه الكلام ده منزلش؟ لا طبعا المنافسات ان شاء الله تبقى من يوم 23 ليوم 4/8، والجداول بالتوقيتات هتبقى موجوده على موقع الاتحاد المصري. الميزه كمان في رياضه السلاح ان رياضه السلاح ليها قناه لايف على قناه الاف اي اي، موجوده على اليوتيوب، ممكن نقدر نتابع المباريات لايف من خلال الموبايل، مش لازم نتفرج عليها في قنوات مشفره او حاجه، فهنقدر نتابع مباريات المبارزه كلها من خلال قناه الاتحاد الدولي للسلاح. كل الشكر ليك الدكتور ايمن غنيم، مدير منتخب مصر لرياضه السلاح، شكرا جزيلا.